وصلنا في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى إلى هجرة الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذه المرحلة البحث عن أماكن أخرى لتقود يعني أو لتكون مركز جديد للدعوة. فلذلك أول ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم وفكر أن يخرج، خرج إلى الطائف، وكانت تمثل بالنسبة لمكة عمقا استراتيجيا لقرب أولا الطائف من مكة. يعني لو قارنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الطائف ولا يخرج إلى الحبشة؟ احنا قلنا المرة السابقة أسباب عدم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، الظروف الدينية والجغرافية والسياسية التي كانت يعني تحكم الحبشة غير مناسبة إن هي تكون مركز جديد للدعوة بديل لمكة. قد تكون قاعدة احتياطية للدعوة، ولكن لا تناسب ان هي تبدأ مرحلة جديدة بان تكون يعني مركز تستقر فيه الدعوة وتقيم الدولة الإسلامية ونحو ذلك. لذلك كانت الطائف تمثل عمقا استراتيجيا لمكة، وذلك لعدة اسباب. ولو كتبنا يعني هذه الاسباب، اسباب يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للخروج خارج مكة لأول رحلة دعوية خارج اطار مكة، كان اولا لقرب الطائف نسبيا من مكة، فهي تبعد يعني ما يقارب 90 كيلومترا تقريبا، حوالي 83 كيلومتر. وكذلك أيضا هي من أكبر المدن في الجزيرة العربية بعد مكة. كذلك أيضا من الأسباب الهامة وجود قبيلة ثقيف في الطائف، وهي لا تقل أصالة عن قريش في الحسب والنسب والمنع والقوة ونحو ذلك. فهذه أهم ثلاثة أسباب لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأن يخرج لأول رحلة دعوية خارج مكة إلى الطائف. كانت رحلة الطائف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل فيها عدة أهداف. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يبحث عن مركز جديد للدعوة زي ما تكلمنا، بعد أن أذته قريش وأصبحت مكة غير مناسبة لأن تكون مركزا لانطلاق الدعوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تفكيره العميق أنه يفكر في مراحل أخرى، لأن مش غير مناسب للداعية أنه يظل متقوقع في نفس المرحلة طيلة عمره. لا، هذه من الحكمة ومن الذكاء أنه يبدأ ينظر في مراحل دعوية أخرى. إنسان راح يدعو في بعض المساجد وظل فيه سنة واثنين وثلاثة ويحاول ان هو يتألف الناس بكل الوسائل الدعوية والدروس والخطب ونحو ذلك، ومع ذلك الناس ما زالت ترفضه وترفض دعوته ولا يعني تتألف معه، من المناسب ان هو يبدأ يفكر في ان هو يخرج الى مسجد اخر او الى منطقة اخرى او الى حي اخر، بعد ان حاول مرة واثنتين وثلاث وتألف الناس وتعامل معهم بكل الطرق الدعوية المناسبة، يبدأ يفكر في مكان اخر لتنطلق منه دعوته. لا يكون ذلك سبيل إلى اليأس إلى قلبه، ولكن للتفكير أفكر في طريقة بديلة أو مكان آخر أو طريقة أخرى أو يعني مركز آخر أبدأ فيه هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى ثقيف بالطائف. أولا الأهداف مكتوبة يعني الشيخ محمد الخضري كتبها، ولكن لو يعني فصلناها يرجو منهم أولا نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه. فهذه أهم الأسباب للنبي صلى الله عليه وسلم خرج للطائف، أولا ليستنصر بالطائف أو بقبيلة ثقيف فتؤمن وتسلم، وبعد ذلك يبدأ يفكر بالعودة مرة أخرى إلى مكة، وكذلك أيضا حتى يساعدوه بإيمانهم في أن يتمم الله عز وجل أمر ربه بإسلامهم وإيمانهم وبداية استقرار الدعوة في الطائف. وكذلك أيضا من الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يذهب إلى الطائف ما ذكره الشيخ محمد الخضري، لأنهم أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة، فإن أم هاشم ابن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم ابن منصور وهم حلفاء ثقيف. يعني تعتبر في قرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته وقبيلة ثقيف. فلما توجه إليهم ومعه مولاه زيد بن حارثة قابل رؤساءهم،
وكانوا ثلاثة عبد يليل، وهي تنطق عبد يليل، ويعني بعض الناس يكتبونها عبد يليل، ومسعود وحبيب أولاد عمرو بن عمير الثقفي. هؤلاء من كبار ومن رؤساء قبيلة ثقيف. فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوتهم، فردوا عليه ردا قبيحا ولم ير منهم خيرا. وحين ذاك طلب منهم ألا يشيعوا ذلك عنه، يعني لا يحدثوا الناس بمقدمه وبكلامه الذي تكلم معهم فيه، كي لا تعلم قريش فيشتد أذاهم، لأن هذا يعتبر من قبيل، وكأنه ذهب مثلا ليستعين بدولة أجنبية على دولته، فهذا في عرف القبائل وفي عرف الدول شيء قد يؤدي إلى يعني مشاكل أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تفعل ثقيف ما رجاه منهم، يعني للأسف أنهم أغلظوا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لدعوته، وكذلك لم يكتموا سره ولم يعاملوه معاملة حسنا، بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى هؤلاء الثلاثة مسعود وعروة ويعني عبد يلي، فلما كلمهم في أمر الدعوة فردوا عليه ردا قبيحا، أحدهم يعني قال ويمرط ثوب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يعني ده أنا أقطع ثوب الكعبة إن كان الله قد أرسلك رسولا. الآخر قال أما وجد الله غيرك، شوف الردود في غاية القبح وفي غاية الغلظة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قال والله إني لا أكلمك، فإن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت غير ذلك فأنت أقل شأنا من أن أكلمك. انظر إلى مدى الاستهانة ومدى الرد القبيح من هؤلاء الثلاثة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذه الردود طلب منهم ألا يشيعوا الأمر. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته، يعني تروي عائشة رضي الله عنها هذه القصة، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد هيأتي معنا يعني كان من أشد الأيام إيذاء بدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله أشد الأيام إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدنيا. ولكن لما علمت يعني عائشة فبتسأل النبي هل كان في يوم قابلته مع قومك في الدعوة كان أشد عليك مما أذيت به في يوم أحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إذاء يوم أحد البدني هذا أقل كثيرا من إذائه النفسي والمعنوي الذي حدث في يوم الطائف. ولذلك فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني يوم عقبة الطائف، إني عرضت عليهم نفسي فعلى عبد يلي فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم الذي أصابه ومن عدم قبول هؤلاء الدعوة وللرد الشديد والقبيح الذي ردوه عليه ولرد وفعل الصبيان السفهاء الذي قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يقول ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذه منطقة تسمى قرن المنازل، تسمى الآن في يعني قرب ما بين مكة والطائف تسمى السيل الكبير. هذه المنطقة تبعد عن الطائف 35 كيلومترا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار، تخيل بقى مدى المشقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لقاها من البداية. خرج على قدمه، لم يركب دابة ولا بعيرا ولا جملا ولا نحو ذلك، خرج من البداية إلى الطائف سيرا على قدميه. المسافة احنا قلنا ايه، قرابة 90 كيلومترا، يعني تقريبا من هنا لغاية فين؟ لغاية القاهرة. ولما شوف ده صار المسافة دي كلها جماعة على قدمه ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني انظر إلى شدة الصعوبة التي لقاه. طريق الطائف يعني مرتفع، في يعني كأنك تصعد جبل، فلذلك وهو فعلا في الحقيقة تصعد جبل، فهذه يعني مشد شدة على الشدة التي لقاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحلة في غاية الصعوبة بدنيا ونفسيا، واكتملت بعد ذلك بالإذاء والقول القبيح والفعل الذي فعله أهل الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من شدة الهم الذي أصابه، وده يا جماعة طبيعي، قد يعني يتعرض الإنسان لهموم دعوية فعلا وهموم في يعني مع الناس في الدعوة ورد شديد وإذاء ورفض للدعوة، مثل يعني مش هنقول مثل ما حدث مع النبي بل أقل بكثير مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم يقول لم أستفق، يعني عارفين يعني إيه يا جماعة؟ يعني ماشي
مش عارف هو ماشي فين، الى ان مش داري زي ما انت بتقول، الى ان وصل الى قرن الثعالب. دي مسافه 35 كيلومتر من غير ما يشعر هو مشي قد ايه. 35 كيلومتر يا جماعه، وهو من شده الالم ومن شده الهم الذي نزل به لا يدري الى اين يسير ولا ماذا يفعل. فقال: فلم استفق الا بقرن الثعالب. يعني هذه الرواية يعني قريبة من الرواية التي معنا، ولكن الرواية التي نقولها هذه هي الأصح سندا، الرواية التي ذكرها المصنف وإن كنا أيضا سنتكلم عنها، ولكن يعني هي أضعف سندا وحديثيا من الرواية التي نذكرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني في قرن الثعالب، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله قد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. خلاص الأمر يعني توجب، إن أنت لو عايز تأمر هذا الملك بأن ينزل العذاب على هؤلاء لشدة الرد ولشدة الفعل ولشدة المقابلة والملاقاة التي لقوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد يعني مرني بما شئت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هما الجبلين العظيمين لفعلت. الرد الطبيعي يا جماعة في هذه المرحلة إيه؟ الواحد ينتصر لنفسه، خلاص الناس دول يأس منهم، وهؤلاء يعني ليس فيهم أمل، وهؤلاء فيهم من العبر كذا وكذا وكذا، زي ما احنا بنقعد نتكلم على بعض الناس أو على الناس لما لا يقبلوا خطبة أو يعترضوا على شيء بننصحهم فيه أو يفعلوا ما يفعلون من يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرد يعني الطبيعي كان يقول: والله خلاص يا رب خدهم، يا رب أنزل عليهم من العذاب كذا وكذا، يا رب أطبق عليهم الجبلين حتى يعني يموتوا ويهلكوا. هكذا فعل بعض الأنبياء، يعني هكذا دعا بعض الأنبياء على قومهم، يعني هذا شيء غير مستقبح مثلا أو شيء مستنكر، بل هو هذا الرد الطبيعي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يعني لم ينظر إلى الانتصار لنفسه، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن أنت مهما تعرضت لإذاء أو رد لدعوتك أو يعني بعض الرفض، فلا تنتصر لنفسك، لا تنتصر لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قارن ما بين مصلحتين: المصلحة الأولى أن ينتصر لنفسه، والمصلحة الثانية أن ينتصر للدعوة. ينتصر لنفسه بأن يأمر ملك الجبال بأن يطبق عليهم الأخشبين وينزل عليهم العذاب وتنتهي القصة وقد آمن من آمن ويبدأ يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى مكان آخر. وفي هذه الحالة كان يعني انتهى هؤلاء القوم تماما ونزل عليهم العذاب كما نسمع عن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غير ذلك من أقوام الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة الأكبر وهي مصلحة الدعوة، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يعني رفض أن يعني يدعو عليهم، وقال: ولكن يعني أريد أو أأمل أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يعبد الله لا يعني انتظر، يعني المازال الوقت هناك، يعني لهم بعض الفرص أن يرجعوا وأن يؤمنوا وأن يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث، هو عمرو بن العاص كان أسلم في هذه المرحلة، خالد بن وليد كان أسلم في هذه المرحلة، يعني أبو سفيان ابن حرب، عكرمة ابن أبي جهل، صفوان ابن أمية، كل هؤلاء لم يسلموا، ولكن أسلموا بعد ذلك وأخرج الله عز وجل من أصلابهم من فتح الله عز وجل به للإسلام ومن عز الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين بعد ذلك. فلذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين المصلحة الدعوية والمصلحة الشخصية. قد تتعرض لأذى، وقد ترفض دعوتك، وقد تقابل باستهزاء، وقد تقابل بسخرية، وقد تقابل بيعني كل هذه الأشياء واردة في حق الداعية، وهذا أمر يعني متواتر من الأنبياء إلى يومنا هذا مع الدعاء ومن العلماء ومع الشيوخ وغير ذلك الذين يحملون راية الدين. هذا فعل ورد طبيعي من الذين يجهلون ما تأمرهم به ويعني يحتكمون إلى عاداتهم وإلى يعني ما تعودوا عليه وما تربوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لما انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها، كانت بجوار بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وهم من أشد القرشيين إيذاء وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهما فدعا الله قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. شايفين يا جماعة في أشد اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله عز وجل ويشكو يعني ضعف القوة، أنه لا حيلة له ولا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى.
وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. سبحان الله يا جماعة، حدث في هذا الموقف زي ما احنا بنقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم صائب على الكافر، مش يعني من شدة الألم الذي نزل به، فرقى له، يعني صائب عليه، ورأوا أن هذا الموقف الذي تعرض له النبي موقف شديد، فلذلك لما رقى إليه أرسل إليه بقطف أو بقطف من العنب مع مولى لهم نصراني يسمى عداس. عداس هذا مولى غلام نصراني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هذا العنب. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأكل في هذا الغم والهم الذي نزل به، أول شيء برضو ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الإذاء، وأول هم عنده هو الدعوة، وأول هم عنده هو التمسك بالدين. في هذا الموقف لا ينسى أن يقول بسم الله وهو يأكل يعني هذا العنب، فعداس تعجب من هذا الكلام، قال إن هذه الكلمات لا ينطقها أهل هذه البلاد. فقال له صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستكمل رحلته الدعوية. انظر بقى إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة المدخل الدعوي اللي هو دخل بيه على هذا الغلام. زي ما انت تكون راكب مواصلات وتبدأ عايز تتألف، بعض الناس جنبك، انت منين؟ ده انا من المنصورة، قال لا من عند الشيخ فلان، وتبدأ ان انت تفتح معاه حوار يعني بحيث ان انت تاخده بعد ذلك الى يعني طريق دعوي. فقال من اي البلاد وما دينك؟ فقال النصراني من نينوى. نينوى هذه بالعراق، ويعني منها يونس ابن متى يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال وما علمك بيونس؟ يعني ازاي تعرف يونس صلى الله عليه وسلم؟ فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس. فلذلك يعني سبحان الله، هذا عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الهموم التي نزلت به وما زال لا ينسى. يعني سبحان الله، هذا الموقف خرج به النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عداس، أسلم هذا الرجل أو هذا الغلام وأكب على قدمه ويظل يقبل في قدمه وادي، فنظر عتبة وشيبة بعضهما إلى بعض فقال قد أفسد عليك غلامك، فيعني أفسد عليك غلامك. لما رجع يعني إليهما فقال إن دينك، فقال له إن دينك خير من ديني. طب يا جماعة، طب مدام هو دينه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تتبعوه لو هو الأمر هكذا؟ ولكن هذا كان نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، لكن يعني أسلم عداس في هذه الرواية التي ذكرها الشيخ محمد الخضري. أتى يعني جبريل برسالة من الله جل ذكره في الرواية التي ذكرناها التي هي أصح. احنا قلنا الرواية التي ذكرها المصنف هي أضعف سندا من الرواية الأخرى التي ذكرناها، و أرسل الله سبحانه وتعالى بشارة ودعوا دعما وانتصارا آخرا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي مع كل الهم وكل الغم وكل الأذى وكل التعب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالحجارة حتى يعني نزلت الدماء من قدمه وأصيب بإصابات وجراحات بالغة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع كل هذا الهم وكل هذا الغم، يقف يصلي قيام الليل وهو راجع في الطريق. فلما وقف يصلي استمع قوم من الجن إلى القرآن، وكانوا ينتسبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فآمنوا وأسلموا، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا يتلى، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا القول منهم يدل على أنهم كانوا من أتباع موسى صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف. فبعض العلماء يعني قالوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم الآيات في سورة الجن، والبعض قال يعني أن الذين نزلت فيهم سورة الجن هم من أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم، فيعني لعل هذا القول أيضا يتوجه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فلذلك فلعل هذه الآية تدل على أن هؤلاء الجن بخلاف الآخرين، وإن كان يعني هذا قد يعني سمعته من بعض الشيوخ ولم أجد عليه قولا في كتب السير. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن يرجع من هذه الرحلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الموقف بطريقة
فيها خبرة وحكمة، وألا يدخل بصورة منهزم إلى مكة. فلذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجير ببعض الكفار الذين يسكنون أو يقتلون مكة حتى لا يتعرض لإذاء أشد من الإذاء الذي تعرض له قبل محاولة الهجرة إلى الطائف. ولكن قبل أن نذكر يعني قصة الاحتماء أو الاستجارة ببعض أهل مكة، نذكر بعض العظات والعبر في رحلة الطائف، هذا بالإضافة إلى ما ذكرنا أثناء الحديث يضاف إليه هذه الأشياء. أول شيء في هذه العظات والعبر في رحلة الطائف أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين كانوا من سادة ثقيف اللي هتكلمنا عنهم عبد يلي ومسعود وحبيب لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق وراءهم كثير من الناس. أهمية دعوة الكبار والزعماء وأصحاب الرأي والوجهات ونحو ذلك، لأن هؤلاء يستمع إليهم كثير من الناس ويغترون بقولهم ووجهاتهم ومناصبهم ونحو ذلك. كذلك أيضا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على معارضيه بلغ حدا عظيما، هذا عجب. يعني لما تكلمنا وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه وإنما انتصر لدعوته بألا يدعو على هؤلاء فيهلكوا. كذلك أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى أراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ودعمه معنويا بإيمان الجن. وكأن في هذا إشارة بأن هؤلاء الجن كما تحولوا وآمنوا وأسلموا واتبعوا دعوتك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب قلوب هؤلاء فيأتوا في ذات يوم ليتبعوا دعوتك ويؤمنوا برسالتك. إسلام عباس في هذه القصة لدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلا وقد حاز كثيرا من النتائج الإيجابية، وهذه النظرة ينبغي أن تكون دوما معنا في نظراتنا الدعوية. بعض الناس يدخل فيخطب مثلا في مسجد أو يقول درس أو ينصح بعض أصحابه أو إخوانه أو أقاربه فلا يرى استجابة ويرى صدا من الناس، يقول لك والله الناس ما فيهاش خير والناس ما احنا ياما كلمناهم. سبحان الله، لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يلقي كلمة في قلب غلام صغير يجلس مثلا أمامك في درس أو في خطبة أو في نصيحة لبعض إخوانك أو أقاربك أو نحو ذلك، وينفع الله سبحانه وتعالى هذا الغلام بهذه الكلمة فيتبع يعني الحق ويلتزم ويتدين ونحو ذلك، فأنت لا تعلم أين الخير. لذلك لا تنظر دوما للنجاح بالمهمة الدعوية أن تكون مكتملة. انت الدعوة هذه تشبه كما يرمي الإنسان حجرا في الماء فيحدث يعني حوله ايه مجموعة حلقات، الحلقة يعني تظل تتسع 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 بهذا الحجر الصغير الذي ترميه في البحر، لا تدري الى نهاية الحلقات الى اين تصل. فكذلك ايضا انت الكلمة التي تلقيها في الدعوة او الكلمة التي تنصح بها اخوانك او تنصح بها الناس فهي كهذا الحجر، فأنت ترميها ولا تعلم إلى أي مدى ستصل هذه الدعوة. كذلك أيضا من يعني العظات أو العبر في رحلة الطائف أن ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لفيه عظيم يعني كبير فائدة وعظة للدعاة من بعده على أن يتحملوا ما قد يصاب به في سبيل إيصال دعوتهم للناس. من العظات والعبر أيضا في رحلة الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى درجات الحيطة والحذر في هذه الرحلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في هذه الرحلة أولا خرج على قدميه لم يخرج راكبا لئلا يشعر الناس أن هناك نية للهجرة وأن هناك نية لسير المسافات الطويلة، فلا يخطر ببال أحد من مكة حين يرى النبي يخرج على قدميه أنه سيتوجه للطائف، ولكن لعلهم يعني يظنوا أن النبي إنما خرج لفعل بعض الأشياء أو لقضاء بعض الحاجات أو نحو ذلك قريبا من مكة.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتياطات والحذر الذي أخذ بها أنه صاحب معه زيد رضي الله عنه في هذه الرحلة، وهذا يعني مشهد طبيعي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، وإنما لو اصطحب معه بعض أصحابه الكبار كأبي بكر رضي الله عنه أو كعمر رضي الله عنه أو نحو ذلك لقيل أن هناك أمرا ما وهناك تدبير لفعل ما ويثير الريبة حوله في هذا الموقف. ثم بعد ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لم يتمكن من دخول مكة، قال له زيد يعني كيف تدخل على قومك وقد أخرجوك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بثقة ويعني يقين في وعد ونصر الله سبحانه وتعالى يقول يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصيب وهو الذي أوذي في هذا مع دور زيد العظيم في هذه الرحلة، ولكن يقين يتملك من قلب النبي في أعلى درجاته ويقول إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو عائد من هذا الابتلاء الذي هو أشد الابتلاءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يستجير أولا برجل يسمى الأخنس ابن شريق، وكلم أيضا وأرسل إلى سهيل بن عمرو، ولكنهما رفضا وتحجج ببعض الحجج الواهية. أما الذي وافق فكان المطعم ابن عدي، وهذا ثاني موقف للمطعم ابن عدي مع النبي. الموقف الأولاني كان في إيه؟ في نقد الصحيفة. الموقف الأول كان في نقد الصحيفة، كان من الخمسة الذين تعاونوا على نقد الصحيفة، فأرسل إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في جواره، فأجاب إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المطاف. وفي هذا فائدة، وهو جواز الاستفادة من قوانين الجاهلية إن لم تكن معارضة للدين والشريعة. ولما رأى المشركون ذلك قال أمجير أنت أم تابع، يعني هل أسلمت ولا فقط أجرته؟ فقال بل مجير. قالوا إذن لا تغفر ذمتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الجميل، وسيأتي معنا في غزوة بدر ليه المطعم ابن عدي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لهذا الجميل من المطعم. قدم يعني وفد من دوس في هذه المرحلة إلى مكة، كان سيدهم في هذا الوقت هو الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان شاعرا ورجلا لبيبا. لما أول ما دخل إلى مكة حذره الناس إياك أن تسمع لفلان وفلان، هذا لو سمعته يعني ستصاب بالسحر وستتبع دينه، وإنه يفرق بين الولد ووالدي وبين الزوج وزوجته، وظلوا يحذرون منه إلى أن أتى الرجل بكرسف اللي هو القطن ووضعه في قدمه، فإلى أن أتى بالقطن ووضعه في أذنه، ويعني حتى لا يستمع إلى هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرجل راح يتفكر ويقول والله إني لرجل شاعر لبيب، يعني أنا رجل ذو ذكاء وشاعر وأميز القول الخبيث من الطيب، فلماذا لا أستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم يعني هل هذا الكلام حق أم باطل؟ ويعني هذا كان سبحان الله من توفيق الله عز وجل للطفيل، فأزال هذا الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام وأسمعه بعض قوله، فآمن وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي إني رجل مطاع في قومي. شايفين يا جماعة كل واحد بيسلم الهم الأول بيكون لإيه؟ الدعوة، إن هو يذهب إلى قومه ويذهب إلى الناس ويوصل لهم رسالة الإسلام، وهذا للأسف يعني ضعيف جدا فينا الآن. أول ما يلتزم الإنسان أو أول ما يبدأ يعني يتدين أو أول ما يبدأ إن هو يتبع بعض الحق، أول حاجة يبدأ يتقوقع على نفسه. دي شيء مشاهد. الجن يا جماعة أول ما عملوا هنا في القصة بتاعة الطائف عملوا إيه؟ راحوا فين؟ دعوة. أبو بكر أول ما يسلم دعوة. الجن نفسهم مش هنقول الإنس بس، ده الإنس والجن، يعني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه إيه؟ قالوا أنصتوا. بعد كده عملوا إيه؟ ولوا إلى قومهم منذرين، أو سمعوا وآمنوا وأسلموا وعلموا أن هذا الحق، ذهبوا بعد ذلك إلى قومهم منذرين. يا قومنا إن سمعنا. نفس الأمر في قصة أبي بكر، نفس الأمر في قصة أبي ذر، نفس الأمر في قصة طفيل بن عمرو الدوسي اليوم. فهذا يعني سبحان الله أهم
شيء فيه يتميز به الإنسان الذي يسلم حديثا أو الإنسان الذي يلتزم حديثا أو الإنسان الذي يبدأ يعلم بعض الحق حديثا، إن هو بيكون عنده نوع من أنواع النشاط والهمة والحيوية قد لا توجد في القدامى أو الكبار أو نحو ذلك الذين قد اعتادوا على هذا الأمر. فلذلك قد يكون سبحان الله إنسان يلتزم في البداية أبرك في الدعوة وأفضل في التحرك بين الناس وإيصالا للدعوة من كبار الشيوخ مثلا أو كبار الناس أو العلماء أو نحو ذلك. قال الطفيل: إني رجل مطاع في قومي، فيعني اجعل لي آية حتى أدعوهم إلى الإسلام. فجعل يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل: اللهم اجعل له آية. فجعل الله له آية في وجهه، نور يخرج من وجهه. فالطفيل لما رأى ذلك قال: اللهم في غير وجهي، لي قد يظن أن هذا مثله، وهذا يعني تشوه أصابه. فجعل الله سبحانه وتعالى له علامة وآية في صوته الذي كان يمسكه، يعني جعل في طرفه نورا يخرج منه. فجعل هذه الآية ثم ذهب إلى قومه فآمنوا ودخل الإسلام في غالب بيوت يعني دوس، وبعد ذلك هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة حين مقدمه إلى المدينة. بعد ذلك، بعد هذا الإيذاء يعني المرحلة الدعوية العسيرة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه وأن يزيل عنه غمه وهمه، فأكرمه برحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج يعني في الراجح أنها كانت بعد السنة العاشرة من البعثة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أنها كانت قبل البعثة بخمس سنوات، ولكن هذا ضعيف، والأرجح أنها كانت بعد السنة العاشرة. هل كانت في السنة العاشرة أم في الحادية عشر أم في الثانية عشر قبل الهجرة بسنة؟ هذا اختلف فيه العلماء اختلافا جديدا. النووي رحمه الله تعالى رجح أن الإسراء والمعراج كانت قبل البعثة بسنة واحد، قبل أسف الهجرة بسنة واحد، كانت قبل البعثة، كانت قبل الهجرة بسنة واحد. هذا ترجيح النووي رحمه الله تعالى وجزم بذلك وأكد ذلك. بعض العلماء قالوا غير ذلك، اختلفوا أيضا هل كانت في رجب، هل كانت في رمضان، هل كانت في شوال، هل كانت في ربيع الأول. ولعل الأرجح يعني على قول الدكتور مهدي رزق الله أنها كانت في ربيع الأول. فلذلك هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، أن يجعلوا الاحتفال بالإسراء والمعراج موسم ويحددون له 27 من رجب، وهذا يعني قول أصلا ليس عليه دليل، والعلماء مختلفون في ذلك اختلافا شديدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به، كان مولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج لم يحتفل به، وليلة النصف من شعبان كل هذا لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه، فيعني جاء جبريل في هذه الليلة وشق عن صدري، وهذه الحادثة الأخرى أو الثانية التي يحدث فيها حادثة شق الصدر، وهذا قد صح في البخاري، وشق صدره وملأه وغسل قلبه بماء زمزم وملأ قلبه نورا وإيمانا وحكمة، ثم لأمه بعد ذلك وتوجه ليلا إلى البيت المقدس بإلياء ورجوعه من ليلته. وأما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوي. يبقى الإسراء يا جماعة، الإسراء هو الرحلة التي من مكة إلى المسجد الأقصى. طيب المعراج بعد ذلك الذي هو الصعود إلى السماء. وقد قال جمهور أهل السنة أن ذلك كان بجسمه الشريف، يعني بالجسد والروح. وقلب البعض ورد، حاول يرد هذه الشبهات، ولعل منهم يعني الشيخ محمد عبده في الحديث. والعجب ان الشيخ محمد الخضري نفسه رحمه الله تعالى غير قوله بعد ذلك وقال ان رحلة الاسراء كانت بالروح فقط، وهذا قول في غاية الضعف، قول في غاية الضعف، لان جمهور اهل العلم والحديث والفقهاء بل جل الصحابة ولم ترد سوى رواية ضعيفة السند عن معاوية، ورواية اخرى ضعيفة السند عن عائشة أن الإسراء كان بالروح، رواية ضعيفة السند غاية الضعف. ولذلك حتى العلماء لما تكلموا على هذه الروايات قالوا وإن حتى ولو صحت هذه الروايات التي نسبت إلى بعض الصحابة وهي ضعيفة، حتى ولو صحت فإن عائشة لم تكن قد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يعني لم يبني بها، كان قد عقد عليها ولكن لم يبني بها. في المدينة
لا ده هو بنى بيها في المدينة، بس في مكة كان في هذه المرحلة على الراجح ان هو كان تزوج بيها. لو احنا قلنا ان هي قبل قبل الهجرة بسنة او سنتين او ثلاثة كان تزوج بيها، احنا مر معنا من المرة اللي اظن الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بيها بعد وفاة عائشة في نفس السنة اللي هي العاشرة بعد وفاة خديجة. في مصدر بيقول حضرتك ان هو بعد وفاة خديجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة حزن شديدة، فأراد ابو بكر ان هو يسرع عنه فخطب اليه ابنته فخطبها فعلا، لكن بنى عليها بعدها بسنتين وهو في المدينة. هو بنى عليها فعلا بعد يعني بعد المدينة، ولكن هو الإسراء والمعراج تم وهو لسه في مكة. بس الارجح ان هو عقد عليها، هو مش ده هو حتى لو افترضنا ان هو، ولكن هي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها على الصحيح، مش خطبه بس، لا عقد عليها وبنى بها بعد كده في مكه، تمام، في المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه الراجح انه اسري به بجسده وبروحه. طب لماذا؟ لعده ادله. اولا اجماع اهل او يعني جمهور اهل الفقه والحديث والتاريخ على ان هذا الاسراء كان بالجسد والروح. ثانيا ان المعجزه انما تتم بان يكون ايه؟ بالجسد والروح. ولو كانت مجرد فقط بالروح لما كان في ذلك معجزه، فان هذا يشبه المنام مثلا او الرؤيه، فلذلك فهذا ليس فيه اعجاز. ولو كان كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بروحه فقط، فلماذا كان يستنكر ذلك القرشيون، بل يرتد بعض المسلمين في هذه الحادثه لو كان فقط بالروح ولم يكن بالجسد والروح. ومن اقوى الادله التي قالها بعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الاسراء في كتابه الكريم قال سبحان الذي اسرى بعبده، فقال علماء اللغه العربيه لا يستخدمون كلمه العبد الا على اجتماع الجسد والروح، لا يقال هذا الانسان او هذا العبد او هذا فلان الا اذا كان بجسده وروحه، فلذلك هذا ايضا من اقوى الادله. الشاهد ان انكار رحله الاسراء والمعراج بالكليه من انكار المعلوم بالدين والضروره. نعم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. ما ده اللي احنا بنقوله. هذا اثبات، بس الاثبات اكتر في الايه في كلمه بعبده. بعبده اكتر من ان هو من المسجد، لان ممكن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لا تدل على جسد ولا روح، بس اللي تدل تاكيدا على ذلك ان الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده. ربنا سبحانه وتعالى في القران واليوم ننجيك بالمدنك. ايوه صح. الله يفتح على حضرتك، مظبوط. فلذلك يعني الراجح من ذلك ان الاسراء والمعراج كان بالجسد والروح، وهذا قول جمهور اهل السنه على ذلك. انكار الاسراء والمعراج بالكليه هذه مصيبه من المصائب. الانكار بالكليه ليس انكار مساله الجسد او الروح، ولكن انكار بالكليه ان ليس هناك اصلا حاجه تسمى الاسراء والمعراج وكذا، هذا انكار لمعلوم من الدين بالضروره، ولا يختلف قائله عن الذين انكروه من القرشيين لما انكروا ذلك واستنكروه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الاسراء والمعراج اختلف العلماء اختلافا، يعني ليس محله ان نتكلم عنه هنا. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه ام بقلبه؟ فهذا موطنه يعني في كتب العقيده، وان كان لعل الارجح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رايت ربك؟ قال نور ان ارى، نور ان ارى. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الله سبحانه وتعالى بقلبه او بفؤاده مرتين. فلذلك هذا الأثر من أقوى الآثار التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى بقلبه أو بفؤاده وليس بعينه. ثم بعد ذلك رحلة الإسراء والمعراج يعني وردت في صحيح السنة في العديد من الآيات من العديد من الأحاديث، وأصح هذه الأحاديث ما ذكرها الشيخ محمد الخضري، ونحن نقرأه يعني كما ذكره بدون يعني تفصيل أو دخول في تفصيلات، لأن رحلة الإسراء والمعراج لو أفردنا عنها الحديث نحتاج إلى مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني لما ينظر النظرة بتاعته اللي هو منتهى طرفه يضع عنده حافر. هذا سبحان الله من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة، والمقصود بالحلقة في هذا الموطن هو باب المسجد التي تربط بها الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. لماذا اختار الفطرة؟ لأن اللبن يظل على يعني ظل على خلقته، وهذه هي الفطرة، والفطرة تظل على يعني كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أما الخمر فهو شيء متغير،
ولذلك لا يناسب الفطرة، وهو أيضا يسبب إلى تغير العقل، فهو لا يناسب الفطرة. ثم عرج بي إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بآدم، ثم ذكر بعد ذلك نفس هذا الأمر في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي يعني لقي فيها عددا من الأنبياء، منهم يوسف وإدريس وعيسى ويحيى وإبراهيم وموسى وهارون صلى الله عليهم أجمعين. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة، يعني على قلقة آذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من ربي ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فظل يعني هكذا موسى صلى الله عليه وسلم ينصح النبي إلى أن خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، يعني الصلاة بمقدار 10 صلوات، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وهذا من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل حيائه صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته، ولما أصبح جلس مع أبي جهل، أو جلس أبي جهل، جلس أبو جهل بجواره، فقال ما بك؟ بطريقة مستهزئ. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وما رأى. فقال له أبو جهل، يعني هذا لم يذكره المصنف، إن دعيت لك قومك أتذكر لهم ما ذكرت لي؟ وكأنه يعني أراد أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة رد جماهيري من الناس يعني في هذا الموقف. فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا. فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر، فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب. ودي مشكلة يا جماعة إلى يومنا هذا نتعرض لها، مسألة عدم الإيمان بالغيبيات، عدم الإيمان بالغيبيات. رحلة الإسراء والمعراج دي من أهم الفوائد التي يخلص بها الإنسان ويخرج بها، هو أن تؤمن بالغيب، وأن ما صح عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وما صح عن نبيه فنؤمن به ونسلم وقول سمعنا وأطعنا. ولذلك هذا ما حدث في هذه الفتنة الشديدة التي أصابت هؤلاء القوم، أنهم لما سمعوا هذا الخبر عرضوه على إيه؟ عقولهم. إيه ده؟ إزاي ممكن بالليل يسافر من هنا إلى بيت المقدس؟ ده احنا المسيرة دي بنخرج فيها يعني شهر ويزيد، فكيف يخرج في بعض من الليل ويرجع؟ لا، هذا الكلام لا يوافق عقولنا. فارتدوا ورفضوا ذلك، حتى من المسلمين، من بعض الناس الذين كانوا تبعوا النبي. شايفين يا جماعة فتنة العقل، فتنة العقل شديدة. وإن كان هذا العقل دايما نقول يا جماعة هذا العقل نحن مأمورون إن احنا نستخدمه في خدمة الدين وفي فهم الدين وفي فهم النصوص وفي الاجتهاد، ولا نغلق باب الاجتهاد، بل نحن مأمورون بالاجتهاد في دين الله عز وجل، وأن نقيس المسائل أو يقيس العلماء ذلك، وأن يستنبطوا وأن يفهموا وأن نتفكر في خلق الله وملكوت الله. ولكن ذم لنا العقل في العديد من المواطن وفي العديد من القصص وفي العديد من الأشياء التي عامل الناس فيها النصوص الشرعية بعقولهم، فكانت عقولهم فاسدة فردوا الدين بذلك. لذلك دائما نقول أنت عقلك يرفض هذا الشيء وأنا عقلي أقبله، فلماذا يحكم عقلك على عقلي؟ أو لماذا يحكم عقلي على عقلك؟ مين اللي يحكم عليه؟ إحنا الاثنين النصوص الشرعية، النص الذي يحكم على عقلي وعلى عقلك، فإن وافق كان بها، وإن لم يوافق سمعنا أيضا وأطعنا، واتهمنا عقولنا أن هي التي لم تدرك ولم تصل مداركها إلى فهم هذه النصوص. فلذلك لما شوف فرق يا جماعة ما بين هؤلاء الذين ارتدوا وما بين القرشيين وما بين أبي بكر رضي الله عنه، لما جاءوا فكلموا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له ما حدث، فكان النبي يحكي له ويقول أن أبو بكر صدقت،
صدقت صدقت، وظل يصدقه في كل كلمة ينطق بها إلى أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في بعض الروايات صديقا، قال أنت أبو بكر الصديق من كثرة تصديقه. يبقى مدح هنا بإيه يا جماعة؟ إن هو صدق ما لم يره، الإيمان بالغيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أول ما يذكر ويمدح المؤمنين المفلحين يمدحهم بإيه؟ يؤمنون بالغيب قبل يقومون الصلاة، لأن إيمانك بالغيب إيمان بالدين كله. هل رأينا الله سبحانه وتعالى؟ لم نرى الله. هل رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل رأينا القرآن وهو ينزل؟ لم نرى القرآن وهو ينزل. هل رأينا الجنة والنار؟ لم نرى الجنة والنار. هل رأينا الأنبياء والمرسلين الذين نتبعهم ونؤمن بهم؟ لم نرى كل ذلك. فإذا كيف آمنا؟ هذا إيمان بالغيب، لما جاءتنا الرسالة وصح يعني عندنا هذا الوحي الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به واتبعناه غيبا. فلذلك مدح الله سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة، لأن من يؤمن بالغيب هيقيم الصلاة، ومن لا يؤمن بالغيب سيهدم الدين كله. هذه هي المصيبة والهجمة الشرسة التي تظهر الآن في بعض الهجمات الإعلامية من بعض الناس، إن هم كل محاولة الهدم للدين بمحاولات عقلية فاشلة، محاولات عقلية. وقد يعني ذهب كثيرون أمثالهم قبل ذلك إلى يعني مزبلة التاريخ ولم يفلحوا في هدم هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين، إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قام الكفار يمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويسألون عن وصف بيت المقدس، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وينعتهم له، وأخبرهم بعلامة أن يعني هناك عير قادمة من الشام ستقدم في يوم كذا وعددها كذا، وبها جمل أورق يعني أبيض وبه بعض السواد. فلما رأوا هذه العير قد قدمت قالوا هذا والله من سحر محمد سبحان الله صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، فصلى ركعتين في إذا ظهر الفجر وأربع ركعات، ثم ذكر مشروعية الصلاة، وهذا لا ينافي ما ذكرناه قبل ذلك. وجمع الشيخ محمد الخري فقال وكان صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية وفرض الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء كما كان يفعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم يعني نحن بعد ذلك نذكر بعض العظات والعبر والدروس في رحلة الإسراء والمعراج. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج إنما أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم بعض آياته الكبرى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا، وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم وفعل مع موسى صلى الله عليهم جميعا. ولذلك قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وقال في حق موسى لنريك من آياتنا الكبرى. ورؤية الأنبياء لهذه الآيات تزيدهم يقينا وتزيدهم صبرا وتحملا لما يعني يرون من الأذى والشدة من قومهم، لأن من عاين هذه الآيات يزداد اليقين في قلبه فيتحمل أي هم بعد ذلك في سبيل هذه الدعوة. كذلك أيضا من العذات والعبر أنه بعد كل منحة محنة، بعد كل محنة منحة، بعد كل منحة لا أسف، بعد كل محنة منحة. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى إكرام نبيه بعد هذه المحن الشديدة التي اعتصرت النبي واعتصرت المسلمين في هذه المرحلة، من حصار في شعب أبي طالب ومن وفاة خديجة ومن وفاة عمه أبي طالب ومن بعد ذلك أذية قومه له في رحلة الطائف، أراد أن الله سبحانه وتعالى أن يكرم نبيه وأن يعلي شأنه وأن يوصل رسالة له وللمؤمنين أنه إن كانت قد أغلقت أبواب السماء دون دعوتك أبواب الأرض دون دعوتك، فإن أبواب السماء قد فتحت لكم، ووصل النبي إلى أعلى الدرجات ولاقى ربه وكلمه بدون حجاب. فهذا يعني وعد للمؤمنين بالنصر والتمكين والتأييد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الجهر بالحق، فكان يعلم أن هذا الحديث سيخالفه قومه فيه وأنهم سيتعجبون مما يذكر، ومع ذلك لم يكتم وبلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا أو ظهر بهذا الحق بين قومه أجمعين.
ولذلك هذا درس لنا، يعني ألا تخشى في الله عز وجل يوم تلاقي، إن كان الذي تقوله حق وتؤمن به وتعلم أنه حق فاجهر به أينما كنت وكيفما كنت. فيه فضيلة إيمان أبي بكر الصديق وقوة إيمانه ويقينه بما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن الغيب. كذلك أيضا أن صلاته بالأنبياء لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلم القيادة، وأن شريعته قد نسخت جميع الشرائع الأخرى. وأيضا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا ليشعر المسلمين بأهمية هذا المسجد ولمسؤوليتهم التاريخية عن هذا المكان المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفك أسره من يد اليهود وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان. كذلك أيضا من الفوائد والعظات أن أصل الشرور، أصل الشرور تقديم العقل والرأي على الوحي والنقل. أصل الشرور تقديم الوحي، تقديم النقل، تقديم آسف العقل والرأي على الوحي والنقل. كذلك أيضا من الفوائد والعظات والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأمراض الاجتماعية وعقاب هذه الأمراض كالزنا والربا والغيبة وأكل المال الحرام مما يعني يدل على شدة التحذير من هذه الآفات والذنوب والمعاصي. بعد هذه الرحلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة دعوية أخرى. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في مرحلة مكة كلها لا يستريح ليلا ولا نهارا، دعوة في دعوة وانتقال من مكان إلى آخر ومن طريقة إلى أخرى ومن قوم إلى آخرين، ويعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها في مكة تمثل دعوة وإقامة لهذا الدين وبناء للأفراد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم راح يفكر في طريقة أخرى، فراح راعظ الإسلام على القبائل التي تأتي إلى مكة في المواسم وفي المجتمعات ونحو ذلك، وعرض الإسلام على عدة قبائل، منهم من أحسن الرد ولم يسلم، ومنهم من أساء الرد ولم يسلم أيضا. عرض الإسلام على بني حنيفة قبيلة مسيلمة الكذاب وأساء الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض أيضا الإسلام على بني عامر، ولكن اشترطوا على النبي إنهم آمنوا أن يجعل الرياسة من بعده فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال إن الأمر لله سبحانه وتعالى يضعه حيث يشاء. وهذا عجيب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية يعني الإيذاء وفي غاية التضييق ولا يقبل بهذا. ممكن يقبل سياسة يقول لك مش مشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذه المرحلة دعوة ودين وإقامة دين مش مجرد سياسة. من أهم هذه المراحل التي عرض فيها على القبائل عرض على قبيلة تسمى بني شيبان أو تسمى بنو شيبان، ولم يذكرها المصنف مع ما فيها من العظات والعبر. وبنو شيبان هؤلاء كانوا يسكنون العراق، فكانوا تحت حكم فارس، وكان من سادتهم في هذا الوفد رجل يسمى مفروق ابن عمرو وهانئ ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة. راح النبي صلى الله راح أبو بكر رضي الله عنه كبقية العروض الأخرى على القبائل، كان يتقدم أبو بكر أولا فيتحدث مع القبيلة ويقول كيف المنعة فيكم وكيف الشأن فيكم، ثم بعد ذلك يتقدم النبي ويعرض دعوته. وكان ذلك لمعرفة أيضا أبي بكر رضي الله عنه بالقبائل والنسب ومعرفته يعني أحوال هذه المجتمعات. فلما فعل ذلك وكلم هؤلاء فقال قادة القوم في بني شيبة لعلك أخا قريش، يعني لعلك الرجل الذي يذكر عن قريش. فقال يعني هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه ليتكلم. عرض عليهم الإسلام، قالوا ماذا تقول؟ فقال تلا عليهم كثيرا من الآيات التي تأمر بالإحسان وبالعدل وعدم الشرك وعدم وأد البنات وعدم قتل الأولاد وغير ذلك من محاسن الإسلام. فكل ما كانوا يستمع إلى بعض الآيات يقولوا والله هذا كلام طيب، يعني هذا الكلام فيه كلام طيب وفيه مكارم لهذا الدين.
ولما يعني عرض عليهم الإسلام في النهاية تحججوا ببعض الحجج، ولكن كان أصرح واحد فيهم المثنى ابن حارثة، والاسم ده احفظوه جدا. المثنى ابن حارثة، شوف العرض بتاعه هنا والكلام الذي سيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب بعد ذلك من المثنى ابن حارثة لما يسلم ويقود بنفسه بعد ذلك الحروب والمعارك في فارس، وينتصر للإسلام والمسلمين بعد ذلك في العراق بنفس المنطقة التي كان يخشى أن يسلم من يعني سلطة وملكوت الفرس في هذه المنطقة، هو نفس الرجل الذي آمن واتبع النبي بعد ذلك بعد عدة سنوات. فقال المثنى بن حارثة: إنما نزلنا على عهد أخذناه أو أخذه علينا كسرى، يعني إحنا في عهد ما بيننا وبين كسرى، لا نحدث حدثا، ما نعملش حاجة غريبة أو مستغربة، ولا نؤوي محدثا، واحد يحدث أو يعلن دعوة جديدة أو يدعو إلى قومية أو إلى مملكة جديدة أو إلى دين أو نحو ذلك. وإني أرى هذا الأمر الذي تتكلم به مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وأن ننصرك مما يلي مياه العرب، يعني الجزء اللي هو الخاص بالعرب، فعنا، يعني خلاص نؤيك في مكان، وفي مكان تاني اللي هو يلي كسرى وفارس والذي هو تحت سلطة الفرس لا نؤيك فيه ولا ندافع عنك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أسأتم الرد، وقد يعني أفصحتم بالصدق، ولكن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من كل جوانبه. شايفين القاعدة يا جماعة؟ إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من كل جوانبه. مش هينفع أنت تخش وتقول والله أخذ الحتة دي وبلاش دي وأصنع ظروفي كذا وأصنع، إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. العجب برضو النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا العرض، العرض ده مكسب رهيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا على المبدأ الذي يريده، إن هو يريد في هذه المرحلة إن هو ينتقل إلى قبيلة أو إلى مدينة يقيم فيها الدين ويبدأ في إقامة الدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة استقر في ذهنه، ودي معلومة مهمة جدا ينبغي أن احنا نعرفها، النبي صلى الله عليه وسلم استقر في ذهنه وعلم يقينا أنه لن يستطيع أن ينشر الدعوة الإسلامية تحت عباءة هذه القوانين الجاهلية، لن يستطيع أن هو يقيم الدعوة الإسلامية تحت عباءة القوانين الجاهلية، فأراد أن ينتقل إلى مجتمع جديد ويبني مجتمع جديد على نظافة، على عقيدة صافية وواضحة، ولذلك كان يرفض الحلول الوسط في هذه المرحلة، كان يرفض الحلول الوسط ان احنا ندافع عنك في مكان ولا ندافع عنك في مكان، او نؤمن ونتبعك وبعد كده يعني تكون لنا رئاسة من بعد. كل هذه الحلول لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان ينظر ويبحث ويتتبع قوما يريدون ان يحيطوا دين الله عز وجل من جميع جوانبه، ولذلك يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارأيتم ان لم بس النبي صلى الله عليه وسلم يريد برضو ان يكون هناك مكسب، هؤلاء لم يسيئوا الرد، طب انا عايز مكسب بعيد، مش مهم ان انا اكسب دلوقتي، بس عايز مكسب بعيد من هؤلاء ان هم يسلموا ويتبعوا الدين. فقال النبي: ارايتم ان لم تلبثوا الا قليلا، يعني بعض الوقت وشويه، وتروا نصرا حتى يورثكم الله ارضهم وديارهم. دي عجيبه جدا يا جماعه، سبحان الله، اذا كانوا هم في هذه المرحله وخايفين اصلا ان هم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلطه وجبروت فارس، طب ايه رايكم يا جماعه لما تصبروا شويه وربنا سبحانه وتعالى ينصركم عليهم ويورثكم هذه الارض والديار وتتزوجوا نسائهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويفرشكم نسائهم، اتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك وكان من قاده القوم: قال اللهم نعم، والله لو كده خلاص هنؤمن ساعتها. فلذلك تولى بعد ذلك، سبحان الله من العجب، المثنى بن حارثة ده نفسه يا جماعه ياتي بعد ذلك بالعجيب في نصرة الإسلام في نفس المكان اللي هو كان خايف إن هو يدافع عن دين الله عز وجل فيه، وإن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، لا، لما آمن يا جماعة وأسلم ورمى نفسه في الدين بقى، وده النقطة دايما اللي احنا نتحدث عنه، ما تغلقش باب الرحمة على نفسك من باب طاعة. واحد يقول لك تعالى نحفظ قرآن، لا أصلي ماليش في الحفظ، أصلي ملكتي في الحفظ ضعيفة، طب تعالى يا ابني اطلب علم، اصلا عارف ان انا مش هكمل، طب حاول انت تسيب الشغلانه الحرام اللي انت بتشتغلها دي، اصلا عارف ان انا مش هقدر اكلي ورزق عيالي، طب يا اختي يعني حاول ان انت تنتقبي، اصلا مش هقدر عشان الحر والناس هتهاجمني والبيت هيرفض، سبحان الله، تغلق ابواب الرحمه على نفسك. المثنى بن حارثة نفسه اللي هو اليوم بيتكلم ان هذا الامر تكرهه الملوك، نفس هذا الرجل يقف موقف عظيم
بعد ذلك في فتوحات العراق ويقود الجيوش بعد خالد، كان قائد جيوش المسلمين بعد خالد في العراق. لما ذهب خالد رضي الله عنه إلى الشام ليستكمل الفتوحات في الشام، تولى المثنى بن حارثة قيادة الجيوش في العراق، لأن وهو في المرحلة دي كان القائد العسكري لبني شيبان، كان يرجع إليه الأمر عسكريا، وهو الذي تولى قيادة المسلمين بعد ذلك، وقال كلمات في غاية الروعة للمسلمين ليحمسهم ويعلي من يعني قوتهم ومن إيمانهم في هذه المراحل، وأوجب عليهم عدم التولي يعني في الزحف ومقاتلة هؤلاء، وأننا كنا في ذات يوم في أتباع الجاهلية وكنا نخشى هؤلاء، واليوم قد يعني تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأظفرنا الله سبحانه وتعالى عليهم، فوقف موقفا عظيما. هذا المثنى يعني ابن حارثة الذي للأسف يعني لا يعلمه الكثير أو لا يتعرض له الكثير في سيرته المجيدة. لما اختلفت يعني كلمة العرب بعد ذلك أو لما حدث يعني هذا الموقف من دعوة بني شيبان ورفضوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستمر. قابل وفدا آخر من الأوس والخزرج، وكان وفد ضعيف أو قليل، كان يعني قد قدم اثنان وهو يعني من كبار القوم مع جماعة من الأوس والخزرج يلتمسون المحالفة، كانوا قادموا من الأوس آسف، وكان منهم إياس بن معاذ وأبا الحيصر أنس بن رافع مع جماعة من الأوس حتى يحالفوا قريشا على الخزرج، لما دارت بينهم الحروب وكانت يعني حروب طاحنة وقتل فيها سادات الأوس والخزرج. ولذلك كانت عائشة تقول عن يوم بعاث هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل يوم بعاث تقدمة وتوطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت في رواية فقدم رسول الله يعني المدينة وقد افترق أمرهم وقتلت سراوتهم يعني شرفاؤهم، ولذلك كان هذا الأمر مهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أن يتولى قيادة المدينة. لما جاء يعني هؤلاء القوم كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الدعوة كما يفعل مع بقية القبائل، ولما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن شاب منهم كان من أصغرهم سنة اسمه إياس ابن معاذ، قال يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، احنا جايين على عصبية وحمية وجاهلية ولكن سمعنا كلمات لم نكن نتوقعها وهذا خير مما جئنا به. فحصبه أبو الحسير أو أبو الحيصر فرمى يعني فيه الحصباء الحجر الصغير وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا، فسكت. إياس ابن معاذ هذا تروي الروايات وتقول أنه يعني لما رجعوا إلى يثرب لم يلبث قليلا ومات، ولكن لما كان في يعني أنفاسه الأخيرة سمعوا تسبيحا وتهليلا منه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فلذلك يعني قالوا أنهم لم يشكوا أنه مات على الإسلام، يعني فيما يبدو أنه لما استمع لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم آمن واتبع النبي ومات على الإسلام بعدما رجع إلى المدينة. بعد ذلك لما جاء الموسم الآخر تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم يبلغون الستة وكلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، ودعاهم إلى الإسلام وأبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. فكان هناك توطئة وتقدمة أو تقديم لهذا الحدث، وهو أن اليهود كانت تستفتح على الذين كفروا أو المشركين في يثرب حينئذ من الأوس والخزرج، وكانت تستفتح عليهم حين يتقاتلون وتقول لهم إن قد أضلنا هذا الزمان زمن نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولذلك كانت هناك يعني خبرة وتاريخ وسماع قديم عند الأوس والخزرج أن هناك نبي سيخرج في هذا الزمان، وأن اليهود تتوعدنا بأنهم سيتبعونا ويقتلوننا. فلما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا هو النبي الذي كانت تستفتح به اليهود عليكم، يعني ده النبي اللي كانت اليهود بتذكره، ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فآمنوا وصدقوا النبي وقالوا لا يسبقنكم إليه، لا تسبقكم اليهود إليه. سبحان الله اليهود كان عكس هذا الموقف بعد ذلك حقدا وحسدا وبغيا، وقالوا إنا تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل وهذا هو بدء الإسلام لعرب يثرب. هذا يعني معطف جديد للدعوة، وبعد جهاد مضن وصبر طويل وأذى شديد بدأت الدعوة تدخل في مرحلة جديدة، لأول مرة يأتي وفد والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويؤمن ويسلم هذا الوفد بكامله، ده الأول مرة نجاح 100%. 100% هنا
عددهم كام؟ ستة. الستة هيعملوا ايه؟ ولكن هؤلاء سبحان الله لما رجعوا نفس الامر برضو اللي كل ما نتكلم عليه في الانس والجن، يعني حتى العفاريت يا جماعة لما العفاريت دي جن، حتى لما بيسمعوا القرآن بيدعوا. الانس نفس الامر في كل القصص، غريب، امر عجيب. ذهبوا ايضا الى قومه فحدثوا قومهم بالاسلام. رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل 12 رجلا، الضعف. نتيجة ممتازة، العدد بيتضاعف، ودي متوالية عددية لم تحدث اصلا في مكة. هو في مكة يا جماعة لغاية السنة الخامسة والسادسة كان اسلم 40 رجلا، فلذلك فيعني كان السنة الواحدة كانت بتطلع بكام واحد؟ يعني ده لو يعني طلعوا 7-8 في مكة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ده يبقى ممتاز. فلما يذهب هؤلاء القوم يرجعوا بضعف العدد الذي ذهبوا به في العام الماضي، فهذه نتيجة ممتازة. فلذلك قدم عليهم يعني 12 رجلا، منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وهم أسعد ابن زرارة وعوف ومعاذ ورافع ابن مالك وذكوان ابن قيس وعبادة ابن الصامت ويزيد ابن ثعلبة والعباس ابن عبادة وعقبة ابن عامر وقطبة ابن عامر، ومعهم من الأوس أبو الهيثم ابن التيهان، وتنطق أيضا التيهان بالفتح، وعويم ابن ساعدة. وعويم ابن ساعدة قيل هذا الذي آخى بينه والنبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، في بعض الروايات قيل ذلك. فاجتمعوا به عند العقبة، ولذلك سميت بيعة العقبة الأولى، وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوا الرسول على بيعة النساء. في ملمح هنا جميل، بعض العلماء قالوا بيعة النساء ليه؟ لأنه لم يكن فيها شرط الحرب، شرط الحرب والجهاد والدفاع والقوة ورفع السيف، فسميت بيعة النساء، لأن بيعة النساء ظلت بعد ذلك على نفس هذه الصفة، لأن النساء لا يوجب عليهن القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. فبايعهم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على ألا يشركوا بالله شيئا، العقيدة بقى الصحيحة يا جماعة، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. البنود الأخلاقية، يبقى عندنا عقيدة، بنود أخلاقية تقيم المجتمعات، بدون هذه الأخلاق لا تقام أبدا لا يقام أبدا مجتمع صحيح، ولا يعصونه في معروف الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وفوا ذلك لهم إيه بقى؟ الجنة فقط، لا رياسة ولا مناصب ولا أموال، ولكن الجنة. طب الجنة دي شكلها إيه؟ ده احنا لسه مسلمين بقالنا يدوب كم شهر، ولا عارفين جنة ولا نار، ويدوب الأمر كله بعض آيات قليلة يعني سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني سبحان الله لما بيخالط الإيمان القلب، لا ينظر الإنسان لأكثر من الموعود الذي يعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الجنة يبقى خلاص، ما دام هنسلم وندخل الجنة بمنتهى البساطة خلاص. سبحان الله، يعني هذا إيمان عميق وفهم دقيق من هؤلاء، أن كل هذا الخير الذي وعدوا به ليس هناك منه شيء في الدنيا، مفيش وعد في الدنيا، لا ليكم مناصب كذا ولا ليكم أموال كذا ولا ليكم جاه كذا ولا ليكم رياسة من بعدي أو أن تشركوا في الأمر من بعدي، ولكن موعودكم عند الله سبحانه وتعالى أن يدخلكم الجنة. فإن وفوا فلهم الجنة، وإن غشوا من ذلك شيئا يعني أصابوا بعض الكبائر فأمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذب، وهذه بيعة العقبة الأولى. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت هذه البيعة الأولى، ظهر خط سياسي جديد نسميه خط سياسي وخط اجتماعي وخط دعوي مختلف. لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في هذه المرحلة يركز على بناء المجتمع، على بناء المجتمع، فيضع بنود واضحة، عقيدة، أخلاقيات، اجتناب لمحظورات، عدم ارتكاب للظلمات، فهذه كلها بنود تبنى عليها المجتمعات. النبي صلى الله عليه وسلم في كل المرحلة السابقة كان يهتم على علاج الأفراد ومنع بعض المحرمات، لم يكن فيه يعني مرحلة الدعوة المكية بناء لمجتمع كامل إيماني بعد، ولكن كان المهم أن يصل الإيمان لقلوب الناس ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بهذه البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يعني معنا في هذه البيعة عدة نقاط، لو يعني كتبناها فيظهر اتجاه خط سياسي جديد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البناء الداخلي والتركيز على يثرب بالأخص،
يقول البعض يعني أصحاب السير وهو الدكتور منير الغضبان يقول سميت بيعة النساء لأنها لم تشتمل على فكرة الحرب، والحرب لا تكون إلا بعد البناء الفكري والعقدي للإنسان. يعني دي مش مرحلة حرب. النبي صلى الله عليه وسلم كل تركيزه في هذه المرحلة أن يبني المؤمنين الصالحين الذين يقيموا مجتمعات، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الجهاد والحرب. سميت بيعة النساء لأنها لم تشتمل على فكرة الحرب، والحرب لا تكون إلا بعد البناء الفكري والعقدي للإنسان. ومع أن هذه النصوص لا تشتمل على حربا ولا معركة ولا حثا على الجهاد، ولكنها تحمل الالتزام الأخلاقي والسلوكي وضبط الشهوات بالأوامر الربانية، ضبط النفس بأوامر الله سبحانه وتعالى. تظهر هذه البيعة المفاصلة العقدية والتميز الفكري. يعني إيه المفاصلة العقدية والتميز الفكري؟ يعني تظهر أن المسلمين يختلفوا في فكرهم وفي عقيدتهم عن بقية المجتمع، لا تشركوا بالله شيء. بقية المجتمع بيشرك، دي في مفاصلة، هم يعني يشركوا ده أمر ليهم، هتبدأوا أن أنتوا تدعوه وتصححوا من معتقدهم، ولكن المفاصلة الفكرية أن لنا دين يأمر بعدم الإشراك بالله عز وجل، وهذا الفكر الإسلامي. كذلك أيضا تظهر في نصوص هذه البيعة المفاصلة السلوكية، توضيح لسلوك المؤمنين بعدم ارتكاب الكبائر وبعدم الوقوع في المحظورات والمحرمات. وهذا في الحقيقة يؤدي إلى الجندية المطلقة، هذا تأهيل لهؤلاء للجندية المطلقة، يعني يستمعوا وينصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تغير الولاء في هذه المرحلة، فبعد أن كان الولاء للقبيلة تغير لأن يكون الولاء والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة على بناء الوازع الداخلي، الوازع الداخلي، أن الذي يرتكب المحرمات فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لم يكن هناك بعد سلطان يحاسب فيعاقب، ولكن كان الأمر إلى سريرتك مع الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبك وإن شاء عفى عنك. فهذا يربي به النبي صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية على الخوف من ارتكاب المحرمات حتى لا يغضب الله سبحانه وتعالى، وحتى لا ينزل سخط الله سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدأ يفعل مرحلة جديدة، وهي إرسال مصعب بن عمير رضي الله عنه مع هذا الوفد الذي بايعه بيعة العقبة الأولى. وكان اختيار مصعب موفقا لعدة أسباب. أول هذه الأسباب ما يظهر من خلق مصعب رضي الله عنه من الرأفة ومن الحكمة. كذلك أيضا مصعب رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة، ولذلك قيل أنه كان يحفظ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في هذه المرحلة. كذلك أيضا مصعب رضي الله عنه من أشراف مكة، فهو من بني عبد الدار الذين معهم مفتاح الكعبة، فهذا أيضا يؤدي إلى نجاح المهمة الدعوية التي يسير فيها. كذلك أيضا هناك شيء ظاهر، مصعب رضي الله عنه كان من أغنياء مكة ومن أطرف الشباب، ولذلك لما يرى أهل يثرب في مصعب هذا النموذج الذي ترك هذا الترف وهذه الأموال وهذا الشرف وهذه المكانة التي كان فيها من أجل هذا الدين، فيعلموا أن هناك نموذج للتضحية أمامهم يتأسوا به بعد ذلك. لا يناسب في هذه المرحلة أن يرسل يعني بعض الموالي أو بعض الفقراء أو بعض الأرقاء، فهذا نموذج لن يقنع
أشراف يثرب بالإيمان والإسلام واتباع هذا الدين. وأرسل النبي أيضا مع مصعب عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ليعلم الناس القرآن، وكان من أقرأ الصحابة ومن أفقه الصحابة في هذه المرحلة. طيب ما دور مصعب في المدينة؟ رحمكم الله. الدور الذي سيقوم به مصعب في المدينة، أول شيء هو تعليم المسلمين الإسلام. أول شيء تعليم المسلمين الإسلام. سيكون أيضا من أهم أدوار مصعب رضي الله عنه في هذه المرحلة أن يكون نموذجا متحركا وقدوة تظهر أخلاق الإسلام. مصعب نموذج أخلاقي عالي المستوى. لما يراه المؤمنون الجدد أو يراه الناس في يثرب يتبعوا هذا النموذج الأخلاقي، وهذا مهم جدا في مسألة يعني إرسال بعض يعني الناس في مهمات دعوية، كما يحدث مثلا ويرسل بعض الناس في أفريقيا أو أوروبا أو نحو ذلك. مهم جدا أن يتم اختيار بعض الناس ذوي الأخلاق الطيبة، ذوي المؤهلات الطيبة، ذوي السمت الحسن. هذا في حد ذاته إقناع للناس بأن يدخلوا في الدين وأن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان من أهم الأشياء في دور مصعب رضي الله عنه أن يمهد البلاد نفسيا لاستقبال المسلمين. هيبدأ الناس في يثرب المؤمن فيهم وغير المؤمن، يتأهلوا أن هناك دين آخر بدأ ينمو في المدينة، فلما تحدث الهجرة بعد ذلك لا يصد هؤلاء المهاجرين ولا يرغبوا عنهم ولا يعاملونهم معاملة سيئة. فكان هذا الدور تمهيد البلاد نفسيا لاستقبال المسلمين المهاجرين بعد ذلك. كذلك أيضا كان من أهم الأدوار التي قام بها مصعب دراسة الوضع الأمني والعسكري والاقتصادي في المدينة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيقود هذه البلاد، وماذا يعني، وكيف سيتصرف أمنيا وعسكريا واقتصاديا، وكيف سيفعل المهاجرون بعد ذلك حين يقدموا على المدينة. ظهر أثر مصعب رضي الله عنه في هذه المرحلة في القصة التي ذكرها الشيخ محمد الخضري، فيقول يعني أنه نزل على أسعد بن زرارة أحد المبايعين رضي الله عنه، وبينما هو في بستان مع أسعد بن زرارة إذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس لأسيد بن حضير وكان لا يزال بعد على الشرك: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهما؟ فقام لهما أسيد بحربته، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه. قال لمصعب يعني خلي بالك، هذا الرجل الذي يقدم علينا سيد القوم وله مكان عالي، وقد جاءك فاصدق الله فيه. شايفين الكلمة يا جماعة لها معنى في غاية الروعة. فاصدق الله في دعوته، واصدق الله عز وجل في الحديث معهم، وتحسس كلماتك معهم. فلما وقف عليهما قال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزل إن كان لكما بأنفسكما حاجة. مصعب امتص هذا الرجل، ما بدأش يدخل معه في معركة وفي مشاجرة، ولكن امتص غضب هذا الرجل. وهذه مهمة الداعية، مش هينتصر لنفسه، زي ما احنا قلنا نفس الأمر في رحلة الطائف. الرجل قد يأتي ويتكلم معك بأسلوب غليظ جدا، وقد يعني يعاملك معاملة في منتهى السوء. المهم المكسب الأكبر إن هذا الرجل يقتنع بدعوتك. فلذلك قال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ طب إيه رأيك تجلس وتسمع هذه الكلمات التي معي؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، إن تسمع وحكم. فقرأ عليه مصعب القرآن فاستحسن دين الإسلام. بدأ يقرأ عليه الدين وتعليم القرآن والآيات، فبدأ الرجل يرى أن هذا الكلام يوافق الفطرة الصحيحة، فهداه الله فتشهد ورجع إلى سعد فسأله عما فعل، فقال: والله ما رأيت بالرجلين بأسا، أنا سمعت الكلام والكلام والله يعني ممتاز ما فيهوش أي حاجة. فغضب سعد وقام لهما مغيظا يعني مغتاظ، ففعل معه مصعب كسابقه. برضو خده بنفس الرفق. شايفين يا جماعة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فهداه الله أيضا كسابقه للإسلام. بإيه؟
بالرفق والحكمة واللطف والمعاملة الطيبة والكلمة الحسنة. ورجع لرجال بني عبد الأشهل وهم بطن من الأوس فقال لهم ما تعدونني فيكم؟ فقالوا سيدنا، برضو يا جماعة ايه الدعوة، نفس الأمر، أسلم من فوره وذهب إلى قومه. فقالوا سيدنا وابن سيدنا، قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابهم، وانتشر الإسلام في دور يثرب حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام. فسبحان الله، يعني سارت القبيلة. هيبدأوا طيب. قبل حلول موسم الحج التالي رجع مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ببشائر هذا النصر المبين والفتح يعني على يديه وعلى يد إخوانه في الدعوة، وقص عليه خبر قبائل يثرب. ويأتي معنا إن شاء الله يعني بعد ذلك بيعة العقبة الثانية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.